احنا بنطرح ليه سؤال لماذا او كيف استرد قطر تنظيم كاس العالم؟ لان احنا بندفع ثمن كبير جدا لفكره الشراء بالاموال، فكره التمويل الضخم، المليارات اللي بتدفع في كل حاجه، من اول تمويل الجماعات والتنظيمات المتطرفه المختلفه لتنفيذ اجندات واهداف امريكيه واسرائيليه وقطريه وتركيه، منها في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي دول كثيره جدا، الى تنظيم كاس العالم. فواضح ان هذه المساله هي ثقافه وعقليه، هي عقليه نظام حاكم في قطر ان كل حاجه ممكن تشتريها بالفلوس. لكن السؤال ايضا، فرنسا والمانيا ليه دعموا الملف القطري بخلاف اللعبه او المؤامره الامريكيه؟ استاذ ايهاب. استاذ مجدي، خليني اقول لك، لما بتطلب اي دوله حق الاستضافه بيبقى 25 عضو هم اللي بيصوتوا، 24 المكاتب التنفيذيه وبلاتر 25. اللعبه دي اتكشف فيها اتنين بدري قوي، يعني اتنين بدري قوي، صحفي امريكي عمل حوار مع اتنين من اعضاء الفيفا، كشفهم، صورهم بالفيديو وهم بيتفقوا على هياخدوا من كم من قطر، هياخدوا كم من انجلترا، هياخدوا كم من امريكا، وكانت المفاوضة علنية وبالفيديو. اضطر بلاتر انه يحجب الاتنين دول، بقى التصويت كله 22. يعني الفساد كان مبكر، دول اتعرف مبكر قبل التصويت. قبل التصويت. يعني احنا شايفين اتنين متهمين بالفساد والرشوه بالفيديو، دول بالفيديو وبالتحقيقات في الفيفا، والفيفا خرجهم من بدري انه اتحطوا في حراك شديد جدا. تمام. وطلبوا من كل الناس فلوس. تمام. وبالتالي دول امس ادام، وده من نيجيريا، ورينالد تيماري ده من تهيتي، دول اللي خرجوا قبل ما نعمل اي حاجه. يتبقى بقى ال 22 عضو هنجيلهم واحد واحد، وحضرتك طبعا اكدت على وثيقه مهمه جدا والايميل المتبادل اللي برضه لاول مره بيظهر في في البرامج على مستوى العالم كله. ده كلام مهم جدا. طيب، قطر في الجوله الاولى قدمت بقى ومعها امريكا ومعها انجلترا وروسيا خارج 11 صوت. الولايات المتحده 3، كوريا الجنوبيه 4، اليابان 3، استراليا 1. الجوله الثانيه قطر خارج 10 اصوات، الولايات المتحده 5، كوريا الجنوبيه 5، اليابان 2. الجوله الثالثه قطر 11 صوت، الولايات المتحدة الأمريكية 6 أصوات، كوريا الجنوبية 5 أصوات. الجولة الرابعة والأخيرة قطر 14 صوت، الولايات المتحدة الأمريكية 8 أصوات. ده التصويت. طيب، مين تاني كان بيساعد قطر؟ فرنسا وألمانيا. ليه؟ علشان 100 مليار يورو. مين هيبني الاستيراد دي؟ حضرتك لو سألت على الشركات اللي بتبني الاستيراد دي هتلاقيها ألمانية وفرنسية. الكعكه الكبيره بقى، كعكه كبيره. وحضرتك كان الوقت ده فرنسا واوروبا داخله في بعض المشاكل والانهيار الاقتصاديه، لقت الملجا الوحيد والملاذ هي قطر. في 100 مليار يورو لانعاش الاقتصاد بتاعهم، لانعاش الاقتصاد، شركاتهم تشتغل بالظبط. فرنسا اكتفت بكده؟ لا، ده عملت ديل محترم. والديل ده كنا كشفناه من صفقه، يعني من سنتين في جريده المصري اليوم، حضرتك كنت رئيس تحريرها وكتبنا الموضوع ده، كشفته الفرنس فوتبول من شهر واحد بس. الفرنس فوتبول يا جماعه، معانا الفرنس فوتبول المانشيت بتاعه على الغلاف، قطر جيت طبعا. دي الفرنس فوتبول للساده المشاهدين، الفرنس فوتبول دي اكبر مجله متخصصه في عالميه لكره القدم، ودي اللي بتعرف افضل لاعب وكل حاجه، ودي اللي بتعمل كل اللي بتدي افضل لاعب واحسن لاعب واحسن كل حاجه. بيقولوا ايه في الغلاف بتاع الفرنس فوتبول؟ مونديال 2022. بيتكلموا هنا في هذا التحقيق او هذا الموضوع، بيتكلموا عن بلدهم فرنسا واللي عملته في مسألة كاس العالم، ورئيسهم السابق ساركوزي بيقولوا وبلاتيني، مونديال 2022 لقطر جيت. عارفين جيت يعني ايه؟ يعني الفضيحة، ده المصطلح العالمي. ما ده اسقاط برضه على الامريكان في فضيحه جيت، هم اصحاب ووتر المصطلح. جيت اول مصطلح ظهر في العالم لجيت، اللي هي فضيحه ووتر جيت بتاعه التجسس على الحزب في الولايات المتحده، الحزب الديمقراطي اللي اطيح بنيكسون بسببها. مونديال 2022 لقطر جيت، يعني فضيحه قطر. دي الفرنس فوتبول، لا هي مجله ولا جريده مصريه ولا هنديه ولا اي حاجه، لا، وبلدها مستفيده، بلدها وفرنسا مستفيده، لكن هم هنا لان عندهم في صحافتهم وفي اعلامهم جزء كبير من السفيه، وبيحققوا في الموضوع زي ما نحقق. قال لك مونديال 2022 لقطر جيت، فضيحه قطر 2022. فضيحه قطر في فرنسا اتمثلت في جلسه في قصر الاليزي. الجلسه دي كانت اطرافها 3، قصر الرئاسه في باريس. الجلسه دي كانت اطرافها 3،
ساركوزي رقم واحد، الرئيس الفرنسي ساعتها، بلاتين رئيس الاتحاد الاوروبي، وكمان احد الشخصيات القطرية اللي هو كان ولي العهد ودلوقتي الامير تميم. الجلسة الثلاثية دي تم فيها الاتفاق على مساعدة قطر لفرنسا في شقين. الشق الاول في 100 مليار يورو، فرنسا نصيب. تاخد الكحك نصيب. الشق الثاني بلاتيني قاعد ليه؟ علشان يجيب اصوات الاتحاد الاوروبي للتصويت لقطر. مقابل ايه؟ مقابل ضخ قطر استثمارات قويه في الاقتصاد الرياضي الفرنسي اللي كان بينهار وابتدى يبعد الدوري الفرنسي عن الاضواء. اتفقوا؟ دليل كلام ايه؟ دليل الكلام ان بعدها تم شراء الانديه الفرنسيه وخاصه باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان طبعا من قبل ناصر الخليفي، اللي ضخ 325 يورو مليون. مليون طبعا عندك ضربه يا وهاب. 325 مليون يورو في النادي في 3 سنين. وكان ابرزهم كفاني اللاعب اللي جابه علشان ينشط الاقتصاد الرياضي الفرنسي ب 65 مليون يورو. دي كانت البدايه والضخ. وكمان قطر استثمرت في قناه فرنسيه تنافس لشراء الحقوق الرياضيه للمواطن الفرنسي، واستثمارات عشان تنافس القناه الفرنسيه اللي بتنافس على مستوى اوروبا. كانت دي تفاصيل الجلسه، وكانت دي المصاريف اللي اتصرفت بيها بشكل كبير. ودي كانت اللي هي كانال اسمها القناه ايه؟ كانال ايه؟ كانال بلس. دي القناه الفرنسيه. ابتدوا يعملوا لها قناه منافسه اخرى فرنسيه ايضا عشان يبقى الاحتكار على فرنسا. وبالتالي ده كله بقى الثمن اللي دفعته قطر. ده كله ده لسه لقطر. لا ده لسه قبل ده قبل التصوير. كل كان ده قبل التصوير. ده قبل التصوير. كل ده قبل التصوير. ده كله عربيين. كل ده عربون. طيب وايه تاني؟ اسبانيا خدت حاجه؟ اسبانيا خدت حاجه. خدت ايه؟ فرقه برشلونه دي. دي فرقه بتحط على القميص بتاعها اعلان خيري كان يونيسيف. غيرت اليونيسيف بالظبط. غيرت، حطت قطر فاونديشن. قطر فاونديشن دي مؤسسه قطريه لا تهدف للربح، مسؤوله عن التعليم. هل يعقل ان هذه المؤسسه تضخ 150 مليون يورو لشراء قميص برشلونه؟ خيريه. وهي خيريه. وهي غير هادفه للربح. وهي غير هادفه للربح. لمصلحه مين؟ ده كله ده الديلز، الصفقات، تنقلات بلاتر في انتخاباته بطائره خاصه، الطائره الخاصه اللي كانت بتقل بلاتر كانت بتاعته. طب بمناسبه بلاتر، عايزين نشوف تصريحاته المتناقضه جدا منذ البدايه حتى الان. وهتبقى معانا على الشاشه بلاتر اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. قال ايه؟ في 21 نوفمبر 2010 قال المؤامرات بين ملفات ترشيح المونديال امر طبيعي. ماشي. الخميس 9 ديسمبر 2010 فوز قطر بتنظيم المونديال يسدد دينا قديما للعالم العربي. يا حبيبي اللي هو بتاع مصر. اللي هو استبعاد مصر. الخميس 16 ديسمبر 2010 بلاتر مشاركه دول الخليج في استضافه مونديال 2022 محل تشاور، يعني ممكن دول تانية تشارك مع قطر. واضح انها كانت بتترمي عشان القطريين يتحركوا. الجمعة 17 ديسمبر 2010 أؤيد فكرة إقامة مونديال قطر في الشتاء عشان أزمة ارتفاع درجة الحرارة زي ما حضراتكم شفتوا في التحقيق. 5 مايو 2011 بلاتر بيقول إيه؟ بن همام ليس صديقي، بدأت المعارك. الأربعاء 29 يونيو 2011 بيقول بلاتر ليس لدينا فساد ولا مشكلة بمونديال قطر. ماشي يا سيدي. الأربعاء 15 مايو 2013 من غير المعقول إقامة مونديال 2022 بقطر في فصل الصيف. تناقض الفظيع. الأربعاء 17 يوليو 2013 بيقول بلاتر إقامة مونديال 2022 سيكون ممكنا فقط في الشتاء. يعني خلاص مش هنعمله في الصيف، وانتوا عارفين إن أوروبا كلها احتاجت على حكاية الشتاء علشان الدوريات الأوروبية لا تتوقف. ما ينفعش تتوقف عشان كأس العالم. ها؟ فلوس. الخميس 18 يوليو 2013 بلاتر بيقول الفيفا يتخذ اجراءات في سبيل تسهيل اقامة مونديال قطر شتاء. تمام. ايه تاني يا جماعة؟ برضو السويسري بلاتر في مقابلة اجراها مع انسايد وورلد فوتبول
ان اختيار دولة قطر لتنظيم فعاليات مونديال 2022 ربما لم يكن الخيار الانسب. شايفين التصريح اهو، خلوه على الشاشه يا جماعه. ده كان لسه بن همام بقى ما طلعش منه. ما طلعش 18 يوليو 2013. لا ده سبتمبر الماضي. ده كان مشي من زمان. كان مشي اختيار دولة قطر لتنظيم فعاليات مونديال 2022 ربما لم يكن الخيار الانسب. الاربعاء 18 سبتمبر 2013 بلاتر بيقول ان الفوز السياسي لعب دوره في حصول قطر على حق تنظيم المونديال. بيني وبينك يا بلاتر مش السياسي بس. الخميس 7 نوفمبر 2013 في كاس العالم للشباب بالامارات قال ان من الممكن اسناد تنظيم بعض مباريات كاس العالم 2022 في الدول المجاوره لقطر. كان هنا يا استاذ مجدي موجود في المونديال بيداعب الدول الخليجيه الاخرى الامارات بالزبط. وغيره. السبت 9 نوفمبر 2013 ده بعد إيه؟ في زياره مفاجاه لقطر. ده بعد ده 48 ساعه الا لا لا استنوا 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 لا اصل دي مهمه قوي. لا دي مهمه جدا يا جماعه. خلوا بالكم الساده المشاهدين بس خلوا بالكم اللعب بيتم ازاي. يعني فكره التخويف علشان هيحصل ايه، انا مش هقول هيحصل ايه. يعني فكره ان بلاتر يطلع يقول تصريحات تخوف النظام القطري من مساله 2022 لكاس العالم يبقى هناك. وبعد كده بيعمل ايه التواريخ تاني يا جماعه. الخميس 7 نوفمبر 2013 ايوه في كاس العالم للشباب بالامارات في دولة الامارات. وخلي بالكم من كلمة دولة الامارات. قال من الممكن اسناد تنظيم بعض مباريات كاس العالم 2022 في الدول المجاورة لقطر في اشارة للامارات. السبت 9 نوفمبر بعدها بيومين يعني فات الجمعة بس وراح قطر في زيارة مفاجأة لقطر. قال بلاتر قطر ستنظم مونديالا مثاليا في 2022 ولن تقام الا داخل قطر. ايه اللي حصل بقى لما بلاتر قال التصريحات دي في الامارات الخميس وراح قطر السبت بعدها ب 48 ساعه؟ ايه اللي حصل عشان بلاتر يغير تصريحاته؟ كمان ما ينفعش يروح مفاجئ ده لازم ايه اللي حصل بعد صلاه الجمعه يوم الجمعه 8 نوفمبر؟ صلوا مع بعض 8/11 الشهر اللي احنا فيه ده. طب الجمعة 22 نوفمبر 2013 بلاتر قال فرنسا وألمانيا مارستا ضغوطا سياسية لإقامة المونديال في قطر. ده اللي بيقول عليه الأستاذ إيهاب والدكتور عايز يشيل حلم اللي هو فكرة الكعكة بتاعت 100 مليار يورو. السبت 23 نوفمبر 2013 بيقول بلاتر انتهاكات حقوق العمال بقطر غير مقبولة بيلاعب القطريين تاني. امبارح بس بالنمسا بلاتر بيقول مونديال 2022 لن يقام الا في قطر. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا دكتور يوم الجمعه 9 نوفمبر يوم الجمعه 8 نوفمبر والسبت 9 نوفمبر عشان بلاتر يغير كلامه وهو في الدوحه في زياره مفاجاه؟ الواضح من نقطه مهمه جدا ان جوزيف بلاتر راجل يعني سياسي كبير جدا بيستطيع ان هو يداعب كل يعني راح الامارات قال لهم ممكن دول مجاوره لقطر يعني تنظم مباريات وبيشير هنا لمين؟ بيشير للامارات. ولما راح الامارات تقريبا صلوا مع بعض الجمعه في حته يعني واتكلموا في حاجه. الملف كله على بعضه فساد في فساد في فساد. الفساد ليس فقط من الجانب القطري ولكن ايضا من جانب اللجنه التنفيذيه التي يترأسها جوزيف براتر. جوزيف براتر يعلم كل صغيره وكبيره. الدليل على كده التحقيقات دي اللي احنا اثرنا ليها والعقوبات والايقافات. جوزيف براتر بيعلم كل صغيره وكبيره في هذه النقاط. والدليل ان المحرك الرئيسي في البدء في التفكير في ملف قطر ان نسحب هذا التنظيم من قطر هو ترشح او فكره ترشح بن همام ضد جوزيف براتر. اول ما فكر بن همام بس كده وخد في اعتباره انه عايز يترشح طلع ملف الاسود. دكتور يعني بأي منطق وتتحسب ازاي قدام العالم كله ان 7 أعضاء في المكتب التنفيذي يتركوا اماكنهم بعد التحقيقات اللي يقال وليستقيل بعد التصويت لقطر؟ هم 22 عضو 7 منهم اطيح بيهم. ده معناه ايه؟ فساد واضح وبين. فساد واضح وبين. طبعا اللي فتح الملف الاساسي مجلة فرانس فوتبول اللي قال عليها الاستاذ ايهاب الخطيب. لا قطر جيت. يعني فتحت الملف رسميا قدام كل العالم. عارفين اي فضيحة في العالم كله بتحصل الصحافة والاعلام العالمي بيسميها كذا جيت. يعني قطر جيت زي ووتر جيت الامريكية. احنا ايه العلامات الاستفهام في هذا الملف؟ رقم واحد اول مرة تحصل في التاريخ ان قبل مدة 12 سنة انت بتسند بطولة
قبل 12 سنه من 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 من, من تنظيمها. من تنظيمها كان المفروض الكونجرس ده التصويت على 2018، بس سبع سنين، هي معروف دايما تبقى سبع سنوات. هو حط معاها 2022 عشان يخلص كله في بعض. طب ليه؟ اكيد في حاجه. انا عارف انا ممكن اعيش 2022، يعني جوزيف براتر ممكن يعيش 22، بن همام ممكن يعيش 22، لكن نخلص دلوقتي عشان نخلص الموضوع ده. كان شك اساسي من ضمن النقاط. طب كان في ضغط، كان في حاجات، هو ده طبيعي. طب السؤال هنا، هل ممكن بقى يتسحب رقم ملايين الدولارات مذكوره في تحقيقاتهم هم؟ هل يمكن يتسحب رسميا الملف من قطر؟ ده سؤال. طب خلي السؤال ده بعد الفاصل، لان كلنا نتمنى ان هو يتعمل في قطر وفي الامارات وفي السعوديه وفي المغرب وفي مصر وفي فلسطين لما تبقى حره ان شاء الله، وفي كل مكان، انه كاس العالم يتعامل بس بدون فساد. هنعرف الاجابه على السؤال ده بعد الفاصل.